في مرحلة متقدمة من الخذلان هتستوعب ان الاولى والابدى بالتقدير والتنازل والحب هي نفسك، وانه كان مش مهم اي حاجة قصاد صحتك النفسية من اللحظة الاولى، بس انت اللي اخترت تستهلك روحك وتدي فرص. يمكن الامور تتحول للصورة الجميلة اللي انت رسمتها. في مرحلة متقدمة جدا من الوعي هيتفتح لك باب البصيرة، وهيتقفل بشويش باب القلب. هتفهم ان الوعود عادي تبقى مزيفة، وان الافعال عادي تبقى مش موازية خالص للكلام الحلو اللي كنت بتسمعه. في مرحلة متقدمة جدا هتعرف ان سعادتك في الابتعاد عن اي عشم، وانك تعيش من غير انتظار لشخص، وان المشاعر الحقيقية هي حبك لنفسك، والباقي كله مجرد اضافات مش اكتر. كانت معاكم مارينا كامل من العدسة نيوز.